ماما بدي أسافر على إيطاليا. كيف بدك تروحي إيطاليا؟ عشان الباستا is my favorite food. أنا رح أعمل لك باستا أطيب من إيطاليا. حتى الصوص رح أعمله بالبيت مع التشيري توميتوز وبصل وثوم وفلفل أحمر وزيت زيتون وملح فلفل أسود وعلى الفرن وبعدين خلطته. بجيب جمبري بحط تشيلي فليكس وزيت زيتون وملح فلفل أسود وبحركهم وهلا رح أقلبهم مع زيت زيتون ليتحمروا وتطلع ريحتهم. الريحة بتشهي. I can't wait. وبعدين بعد ما يستويوا برفعهم عشان أقلب البصل الأخضر والثوم. بحط ثوم مع زيت زيتون طبعاً وبصل أخضر وبحركهم. برجع بحط الصوص اللي خلطته اللي عملته أول شيء مع صوص الطماطم. بعدين بضيف الجمبري اللي قليته مع أوريغانو وريحان فريش. أكيد بتركهم يغلوا شوي وبعدين بكون سلق الباستا مع مي سلق الباستا وبهيك بتكون جاهزة. وأهم شي بهالأكلة الليمون الأخضر، لازم نعصر عليها ليمون أخضر ورشة بقدونس، كتير طيبة. شو رأيك يا منى؟